الراديو 90 90، هواها مصر. اشتري مني، دي الفقرة اللي بتكون موجودة معانا كل يوم أربع، ضفنا فيها وصديقنا العزيز فيها دايما هو أحمد صلاح المتحدث التحفيزي، واللي بيكون مشرفنا ومنورنا كل أسبوع. يا أبو حميد صباح الفل. صباح العسل، ازيك يا حسام؟ عامل ايه يا حبيبي؟ زي الفل. اخبارك كله حلو؟ عجبتني، انا نزلت شفت دي يا اخي، تحس ان انت عايز تاكل على الامه كده، حاجه جميله. وطلعنا وبتاع البورصه، والبورصه عن القهوه يا جماعه. البورصه عن ايه؟ القهوه. القهوه اللي هي المكان الكافيه. القهوه. القهوه. القهوه اللي احنا بنقعد فيها. القهوه بتاعتنا هناك، يقولك البورصه، قاعدين على البورصه. لا والله العظيم. طب دي معلومه جديده بالنسبه. والولا ابص حط صبعه تحت الترام قلبه. لا بص انا جايب كفايه. الولا مين؟ الولا ايه بس؟ حتى صبعه تحت الترام قلبه. وانا بقالي ساعه عمال اقول له المتحدث التحفيزي. تحفيزي يا باشا. لا لا، ما هو اكيد سمعنا دلوقتي علاء ودي. قلبه بس. طيب يا انت واضح انك قعدت في اسكندريه شويه حلوه. ما حضرتش انا الحته دي. لا لا لا. دلوقتي بقى ايه المثل بيقول لك ايه؟ يعني او احنا الموضوع النهارده بتاعنا بيقول لك ايه؟ ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع. تمام. هو الفكره ان في ناس بتذاكر وتنجح لكن ما بتجيبش مجموع. حلو قوي. في ناس بتنجح وتجيب مجموع لكن سبحان الله يا اخي ما تفهمش، ما ذاكرتش، فاهم؟ فاحنا النهارده بقى هنتكلم على الثلاثه، مش هنتكلم على الاثنين، النهارده هنتكلم على الثلاثه بالظبط كده. يا ريت اذاكر وانجح. ايوه الاثنين. الاثنين هو ده اللي احنا بقى عايزين نتكلم عنه النهارده. هنتكلم على ثلاثه كمان مش على اثنين. أيوة. ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع زي الفل. عايزين نقول كده ايه بقى، ايه يعني ملخص سريع، وبعد كده نخش في الساعه الثانيه نشرح الموضوع بالتفصيل. بص يا استاذي، بعد ما اتفقنا على موضوع الحلقه فكان قدامي حاجه من اثنين، يا نتكلم في يعتذر عن الحلقه والناس ربنا معاها، يا نقول لهم دعاء المذاكره وخلاص. هي بس كان قدامي حاجه من ثلاثه، يا اما الموضوع يكون اكاديمي جدا وان انا اقول الدراسات بتقول انك لازم تعمل كذا وهيبقى شكلي سخيف جدا وبايخ ومش واقعي. ايوه. او اني هتكلم بطريقه هزليه ونقعد نهزر، ودي مش حتتنا اصلا ولا دي فقرتنا. وكان قدامي مش حتتنا خالص. قال لك حط صباعه تحت الترام قلبه. بص هيمسكني. بيقول لك مش حتتنا. الحاجة الثالثة واللي هي اللي احنا نتكلم فيها النهاردة، ان انا اكون واقعي جدا واتكلم ان احنا فعلا فاضل شهرين على المذاكرة وعلى الامتحانات، فيدوب تلحق تذاكر فيهم. فجايب لكم شوية نصايح وفي الاخر جايب لك الطريقة العملية اللي تعملها. فانت النهاردة اقعد كده وركز في النصايح اللي هقولها لك دي، هي دي اللي فرقت مع ناس وهي دي اللي خلتهم فعلا ينجحوا. او ان هو بص، حتة انك تذاكر وتنجح هنديها لك النهاردة ان شاء الله. انك تجيب مجموع جزء كبير قوي عليك انت، جزء كبير بايدك، بس هنقول لك تعمله ازاي وايه الخطوات بتاعته. طبعا كلمه تجيب مجموع دي دايما مرتبطه بالثانويه العامه، بس احنا عايزين نقول النهارده ان الموضوع مش مرتبط. يمكن احنا لما جت لنا الفكره كانت عن عشان موضوع الثانويه العامه، لكن قلنا لا، ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه ماجستير دكتوراه ايا كان الامتحانات اللي انت داخل عليها، هنحاول ان احنا النهارده نقول شويه نقط كده ممكن تساعد كل اللي بيسمعونا في موضوع المذاكره. انا كمان هقول لك على حاجه، الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده بتفيدني انا في شغلي يعني. وانا بحضر النهارده للحلقه دي حطيتها، استخدمت حاجات من اللي انا هقولها لكم دلوقتي. فالحاجات اللي هنقولها مش بس مذاكره، هتنفعك في تنظيم حياتك بشكل عام، سواء كانت مذاكره، كانت في شغل، كانت في تقرير هتعمله، كانت في حلقه، في اي حاجه. فلا حاجات كم نقطه موجودين معانا النهارده؟ لا النهارده كتير. النقاط اللي هي النصايح 8 8. ده انت عايز حلقه لوحدك بقى. والمذاكره العمليه بقى التوبيك الاخير 3 او 4 بس. هنقدر في ما تخش، ما هو انت عارف انا بتخدش بس. لا الحاجات بسيطه، بس انا لازم اقفل 8 عشان الحاجات بسيطه. الاولاد الحاجات بسيطه ممكن نبدا فيها من دلوقتي يعني لو تحب. طيب يعني ولا نسمع اغنيه؟ لا هنقرا شويه حاجات ولا ماشي؟ اول حاجه بسيطه، قول يلا. اول حاجه ودي صدمه للكل، ما فيش حاجه اسمها الطريقه المثلى للمذاكره. ما في، ما اقدرش اجي اقول لك لو انت متوقع النهارده ان انا هدي لك كبسوله اقول لك هي دي 1 2 3، لان الموضوع بيختلف منك ليه. بس كده، هي شويه قواعد انت بتعرفها. القواعد دي بتستخدمها بقى، تذاكر وانت بتشقلب، تذاكر وانت في المطبخ، تذاكر وانت بتشخبط، وانت بتزعق وبتقرا. الموضوع ده ليه علاقه شخصيه بك انت يعني. في ناس تقول لك مثلا ايه اكتر وقت، احسن وقت تذاكر فيه الصبح بدري تصحى انا راجل بحب اذاكر بالليل. مثلا انت ومزاجك وانت وكيفك. فدي اول حاجه، بذاكر بعد الغداء انا حر برحك. يعني موضوع فما فيش حاجه اسمها المذاكره المثلى للنجاح والكلام ده، مفيش.
تمام اتفضل بقى. مش طيب عندنا جيجو المصري بيقول صباح الفل والورد، عايز برج الحمل بس احنا خلاص خلصنا الابراج معلش هنقولها ان شاء الله بكره. ورقه النتيجه بتقول اختار الرفيق قبل الطريق، وانا معايا احسن ناس في الطريق دلوقتي الكابتن زكريا وماهر والمقدم ايمن، بصبح عليهم واحنا بنسمعك بقالنا شهر. طيب يا جيجو انت منورانا، هو دي اسماء جديده برده موجوده معايا. الفران بتقول موضوع الحلقه مناسب في الوقت المناسب مع المذيع المناسب والمتحدث التحفيز المناسب. شفت بقى الكلام الحلو، قال لك حط صباعك تحت التراب قلبه. يا ربي يا ربي انساها يا ربي انساها، دي عجباني قوي يا ربي. انا بحب لا لا ده عندي حاجات كتير. طب بقول لي بقى ايش ايش لارا لورين كمان وملك لوكا بيصبحوا علينا، وطلبت منهم عملت بقى حركه خبيثه اللي انت علمتها لي، اللي هي اللي هي بتاعت ايه لما اسال السؤال سهل شفتك وكله جاوب بسطت جدا السنه بقى سنه كام راح كله متلخبط والله. روح احمد صلاح حضرتك حبيبي يا شرير قلوب عنده والعب اللعبه شرير والله. اتبسطت لما قلت 1642 1905 قلت بس كده دخلوا في الحيطه بس نشيع الفتنه اشعل الفتنه دلوقتي. طبعا كده بقى بدات الاجابات بقى تختلف، في ناس كاتبه اجابات صح وفي ناس كاتبه اجابات غلط بس كده. توتان جاوبانا برافو عليك او مش برافو عليك لسه هنعرف في الاخر برضه. بوسي محمد بتقول صباح جريم جميل شريف نظيف ظريف على الاستاذ احمد نورتنا صباح الفل عليك يا بوسي. وموناليزا كمان بتقول بنرحب احمد باحمد صلاح اللي حلقته من اجمل الحلقات دايما اهلا بيك. جيهان سلامه كمان بتقول لغه جميله والله والله العظيم لغه جميله. ولاء الشيتي كمان منورانا وبتصبح عليك صباح الفل. علاء اللول بيقول الله على الاغاني ربنا يخليك. ايناس السعداني بتقول موضوع مهم جدا النهارده عشان ابني في الثانويه العامه وصباح الفل على ضيفك الكريم صباح الفل. طيب لسه بنصبح على كل الناس. عمرو عادل انور كمان صباح الفل والجمال عليك وكل الناس لسه هصبح عليها. وموضوعنا النهارده بنقول ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع، هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده عشان الامتحانات خلاص يا شباب قربت. الصبحيه على راديو 90 هواها مصري كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 6 ولغايه 8 الصبح. يوم الاربع بيكون دايما يوم مختلف لان بيكون الساعه الثانيه فيه عندنا فقره اشتري مني مع صديقنا العزيز المتحدث التحفيزي احمد صلاح، وكل اسبوع موضوع جديد. النهارده باعتبار ان الامتحانات قربت فقلنا لازم نعمل موضوع ليه علاقه بالامتحانات وتنظيم الوقت وازاي الواحد يقدر يذاكر وبالشكل السليم اللي نقدر احنا نذاكر وننجح ونجيب مجموع. قبل احمد ما نكمل كلامنا عايز اروح بقى التليفون مهم جدا جدا والله موجود معايا من الاستاذ احمد صقر بيكلمنا من جدة من السعودية. يا استاذ احمد صباح الفل. صباح الهنا اخبارك ايه؟ ازيك يا ملك السعادة؟ صباح الفل حبيبي اخبارك ايه كله تمام؟ والله بخير الحمد لله، طول ما انت بخير احنا بخير ربنا يا رب يخليك. طبعا استاذ احمد دايما بيبعت لنا على تويتر والحقيقه بعت لي امبارح بيقول لي انا نفسي اطلع معاك على الهوا اكلمك ازاي، بعت له الرقم وهو اجتهد النهارده وكلمنا. فانا بشكرك جدا نورتني وتحياتنا لكل اهل السعوديه واهل جده. صوتك يا مستر حسام ادمان يا حبيبي، ما صبحتش في الصوت وفي على الصبحيه وراديو 90 يبقى نهاري كله صلاه على النبي. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك على كلامك على جميع المستمعين 90 91 وهم كمان والله بيصبحوا عليك. وانا مبسوط جدا جدا ان انت يعني متصل من السعوديه مخصوص عشان تصبح علينا صباح الفل. في رساله اوجهها ابارك لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه وياخذ بايده وتفضل مصر يا رب بمصاف الدول المتقدمه يا رب. اللهم امين اللهم امين الله يخليك. وربنا ربنا يحفظ السعوديه واهلها وشعبها وجيشها وملكها، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. الله يبارك فيك، وتحية خاصة لمدام لوليتا ولها ما تنسنيش من دعائي. حاضر، هقول لوليتا حاضر تدعي لك حاضر. لوليتا انترناشونال. ده لوليتا واخدة أجازة مرضي النهاردة وبتسمعنا والله عيانة. ألف سلامة ألف سلامة. ألف سلامة، صوتها بقى مسمع في كل حتة لوليتا ما شاء الله. ما هي صارت مدام لوليتا انترناشونال. أيوه انترناشونال، خلاص نسميها كده، لوليتا انترناشونال بعد كده ماشي. تحياتي للجميع وألف شكر لكم. حبيبي صباح الفل والهنا عليك، بشكرك نورتني. تمام الله. بشكرك حبيبي، بشكرك. شوف المكالمات الحلوه اللي تفرح الواحد. يلا يا سيدي قول لي بقى، عندنا بتقول 37000 نقطه النهارده بنتكلم فيهم عشان تذاكر وتنجح وتجيب مجموع. النقطه الاولانيه اللي احنا قلناها ان مفيش حاجه اسمها الطريقه المثلى للنجاح وللمذاكره. اوكي. ودي خلاص. النقطه اللي بعدها برضو هتكون مفاجاه شويه، ان مفيش حد بيحب المذاكره. بسم الله ما شاء الله. شفت التحفيز؟ الراجل ده بيقول كلام زي الفل. شفت التحفيز؟ انا على نفسي كنتش بحب المذاكره. لا بس بتلاقي ساعات بعض الناس هم يعني نسبه 1% من الناس بالظبط كده يقول لك لا انا بحب المذاكره جدا. ايوه هتلاقيه برضو بيحب مواد معينه، بيحب العلم يعني الادبي بيحب ده. فخلونا متفقين يا جماعه عشان ايه ما نحورش على بعض، ان احنا ما بنحبش المذاكره، بس اعتبر المذاكره دلوقتي في الوقت ده علاقه مصلحه.
ان انت افتكر بعد سنين لما تبقى في الشغل ترقيتك واقفه على درجه. هتقول لي الروتين والمشاكل ماشي، بس ده واقع احنا عايشينه. بص لما تلاقي الفرق بينك وبين الكليه اللي انت عايزها في التنسيق واقفه على درجه، هتلاقي هتقول يا ريتني كنت ركزت، يا ريتني كنت عملت. انت قدامك شهرين دلوقتي، لو انت قعدت وكسلت وريحت فيهم خالص ممكن تاثر على سنين من عمرك. في ناس بيقولي في الجلسات بيكون قاعد يقول لي لو رجع بيا الزمن كنت عملت ودخل جامعه مفتوحه عشان يجيب مش عارف ايه ويعمل معادلات. انت دلوقتي زمام الامور. عارف ان كمان بقى في ناس كتير قوي يعني خلينا مثلا نتكلم على جيلنا احنا مثلا. كان معلش عفوا مع احترامي طبعا لكل الناس ولكل اللي بيسمعونا يعني، كان في وقت من الاوقات اللي بيخش جامعه خاصه بيبقى بايظ يعني او اللي هو ايه اللي ما هو ما ينفعش يخش ولا جامعه حكوميه. تمام. دلوقتي برضو طلبه ثانويه عامه يعني بقوا ساعات يستسهلوا شويه الموضوع، يقول لك ايه انا هعمل اللي عليا، نفع ما ينفعش بابا يتصرف بقى ولا ماما تتصرف ولا جده يتصرف ولا اي حد يتصرف، واخش برضو نفس الكليه اللي انا عايزها بس خاصة. جامعه خاصه. تمام. طبعا في ناس بتقدر تعمل كده او مستواهم المادي يسمح بده، وفي ناس لا. فالموضوع برضو بقى ايه بيخلي الطالب ساعات بيستسهل شويه ويريح شويتين. تمام. دي انا معاك في ده. بس بص هقول لك على حاجه، في الاول وفي الاخر في جامعه خاصه في جامعه عاديه في جامعه حكوميه، اللي عايز يبقى حاجه هيبقى حاجه، واللي عايز يذاكر ويفلح وعنده رؤيه لده، دي من الحاجات العمليه اللي هنتكلم فيها. بس هو فعلا زي ما حسام بيقول كان بالنسبه لنا حاجه عيب ان انا ادخل جامعه خاصه، لازم اتكسف اقولها قدام قرايبي. القاهره يعني شمس يا حلوان عشان تبقى انت كده تمام يعني. وكان ده السؤال اللي بتتساله من قرايبك. فلا انا معاك في ده، لكن خلينا نحط الموضوع مش جامعه خاصه وحكومه، لان ممكن يكون عنده ظروف على قد ما هو الحاجه اللي انت بتحبها وممكن تفلح فيها. ماشي. ندخل في النقطه اللي بعدها. ندخل. اتفضل يا باشا. ماشي. النقطه اللي بعدها، لازم يكون عندك حافز. يعني لازم لو هنتكلم بقى في موضوع المذاكره بشكل عملي، لازم يكون عندك حاجتين. اول حاجه فيهم لازم يكون عندك حافز. يعني ايه حافز؟ يعني يكون عندك رغبه تخليك تذاكر في كليه معينه عايز توصل لها، في واحده معينه بتحبها فعايز تجيب درجات كويسه عشان تشرفها وتعمل، في شغلانه انت بتترجتها وعايز توصل لها، في دافع، في اب وام بيدفعوا دم قلبهم فلازم نكبر بخاطرهم. بس عشان في الثانويه العامه بتلاقي في احتكاك شديد ومعارك بين الاب والام والشاب او البنت، ان هم عايزينهم يذاكروا بسرعه وبيتكوا عليهم وكده، فبتبقى في مشاحنات كتير. لكن لا، لازم يكون عندك حافز. الحافز ده زي الكرباج اللي هيجي يلسعك وقت ما تحس انك هتريح. لا ده انا عايز اكون دكتور، انا عايز ادخل كليه كذا، انا عايز اعمل كذا. الدافع اللي جواك ده والحافز لو انت مش لاقيه دلوقتي، لو سمحت دور عليه. عايز ابقى فلان، اللي هو مثلا حد مثلا من عيلته، والده او والدته او حد من اخواته او حد من خلانه او عمامه بيشتغل شغلانه معينه هو حابب ان هو يبقى، او هو عايز يكون حاجه جديده. بالظبط. حاجه انت عايزها. وعايز اقول لك على حاجه، كل ما انت اجتهدت ووصلت لاكبر مجموع فانت كده في السيف سايد. يعني لو انت المجموع اللي بتجيبه 95 بس اللي انت عايزها في الثمانينات، مش مشكله لو جبت زياده، ده هيكون افضل ليك. وزي ما بقول لك انت في وقت حرج وانت مش ضامن الموضوع هيجي ازاي، فاهم حاجه يكون عندك حافز. الحاجه الثانيه يا حسام، وهي اهم حاجه، ترتيب الاولويات. لازم يكون عندك ترتيب اولويات. هتيجي تقول لي يعني ايه؟ يعني انا ينفع اذاكر واقعد على الفيس واخرج شويه مع اصحابي وبتاع خلال الاسبوع؟ تقدر تعمل ده لما يبقى عندك ترتيب للاولويات. بس مشكلتنا في حاجه بقى، انا برتب اولوياتي وبقول انا عايز اذاكر وانا عايز اقعد على الفيس وكل حاجه، بس اعمل كل حاجه الاول واخلي المذاكره اخر حاجه عشان ابقى ايه، خلاص بقى استمتعت، قعدت على الفيسبوك بتاع عشان ابقى انا كده ايه مش شاغل دماغي بحاجه ثانيه. وده العكس اللي بيحصل. ايه لو انت عندك خروجه، ودي بقى تبين لك ترتيب الاولويات. لو انت عندك خروجه دلوقتي ما بين تذاكر وتخرج، دي يقول لك انا ايه هخرج الاول عشان ابقى خلصت الخروجه، قال يعني بقى غير جو وبعد كده ارجع اذاكر، فيرجع ياكل بقى شوكولاته وياكل مش عارف ايه كده ويخش ينام عشان يقول لك ايه اقوم اذاكر وانا فايق، فيقوم صحابه يكلموه فيخرج فهكذا. لا، لكن انت وانت في الخروجه وعليك مذاكره ضميرك مقلبك حتى لو انت مش حاسس ومتحمس. ساعات بيبقى الضمير مش موجود عليك، نحاول نوجده بقى، اصل ده عليك العوض بقى. لو مفيش ضمير لو مفيش ضمير يبقى ما يسمعش الحلقه اصلا. يعني خلاص كده الموضوع انتهى. فهتلاقي ضميره كده مقلبه. لكن لو انت ذاكرت الاول وبعدين نزلت وخرجت، هتحس ان دي مكافاه على اللي انت عملته. لو سمحت رتب اولوياتك.
كويس نكمل ولا احنا كده اتكلمنا عن شويه نقط او ثلاث نقط تقريبا اتكلمنا عن اربع نقط. محمد عاصم صباح الفل عليك, وفي كمان عندنا صباح الفل يا حسام, وحشتني كتير وبفتكر ذكريات حلوه كتير جدا انا بسمعك وبصبح على ماما وسام فتحي ومخترع الاله الحاسبه هو فلان. ده عمر علاء الدين. يا عمر انا مبسوط جدا 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 انت بعت لي النهارده, عشان انا عارف انت كنت بتسمعني من زمان وبتبعت لي من زمان, يمكن بقالك شويه مش موجود بس انت نورتني النهارده. في كمان فاطمه الزهراء. فاطمه انا ما نسيتش والله خالص, ووعد وعد وعد مني ان انا بكره ان شاء الله هكلمك وهكلم الولاد, وعد. هيبقى عثمان منوره الدنيا يا رب دايما تكون الاغاني كلها عجباكي. محمد عطيه كمان بيصبح علينا وعلى حاج عصام عبد السلام وعلى اسماء حجازي وماما فرنسا ولارا, وعلى فكره عم عصام برده كان عامل دويتو مع اسماء وغنى ورقص كتير. لا ده احنا نشوف الموضوع ده بقى, حد يبعت لي الفيديو. اميره شمس بعت لنا الاجابه. في كمان عندنا علاء من اسكندريه بيقول لا ده احنا نعمل حلقه عن اسكندريه بقى. يا باشا علينا. شفت الموضوع عمل ايه بقى؟ عارف عارف اللهجه. طب انت ما عرفتش ليه؟ عشان يعني بحب اعرف المعلومه كامله. ليه بقى بيقول على القهوه البورصه؟ مش عارف ايه العلاقه. لا مش عايز افتي. بس طب علاء يعني اسال علاء. علاء علاء من اسكندريه. يعني قول لنا ليه بتقولوا على القهوه البورصه؟ يعني دي معلومه جديده بالنسبه لي. يعني لو قلت لحد هناك تعالى نروح نقعد على القهوه ما حدش يرد عليا. انا اصلا كنت بقابل ناس هناك فقال لي هنتقابل على اما هناك عند البورصه. انا عمال ادور على شركه صرافه. انا فاكر بورصه. فقعدت الف يا عيني لحد ما رجلي ورمت في الاخر. قال لي يا عم البورصه ايه القهوه؟ ما تقولوا قهوه قولي الكافيه. احنا كان بالنسبه لي اول ميكروباص اسمه مشروع مثلا. دي جديده دي جديده عجباني قوي. انا اخوك في الله. السلام عليكم منورين, وموضوع النهارده جميل, وسلام للاستاذ احمد رقم اخره 76. اهلا اهلا. اميره شمس كمان مجاوبانا. اميره شمس بصراحه من الاول بتجاوب صح, بس هي غلطت بدات تغلط في السنه سنه الصنع. ما ده التريك بقى. هي دي ده اللي مذاكر هيبان الحته. يسريه كمان بتقول لي قول لي صح ولا غلط. يسريه اجابتك استني كده هقول لك. لا هي 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 هقول لك حالا اهو هقول لك حالا اهو. اجابتك لا فيها حته غلط. لا فيها حته غلط. ابعتها لي تاني. من هو مخترع الاله الحاسبه وكان سنه كام؟ بالمره بقى النهارده بنتكلم ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع. تلات حاجات النهارده بنتكلم عنهم. اذاكر وانجح. يا ريت اذاكر وانجح. فيها ايه؟ الاثنين. لا النهارده هنتكلم على التلاته وتجيب مجموع كمان. اشتري مني, هي دي الفقره اللي بنتكلم فيها كل اسبوع يوم الاربعاء تحديدا في على الصبحيه على الراديو 90 90. ضيفنا فيها احمد صلاح المتحدث التحفيزي. بتضايق قوي لما اقول كلمه ضيفنا دي. اخي انت صاحب البيت دي خلاص بقى مش جاي عند ولاد خالتي. انا عارف فين خلاص. حاجه عجيبه عجب. النهارده بنتكلم وبنقول ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع. اتكلمنا عن اربع نقط, وطبعا كل النقط عشان برضو لو حد لسه بدا يسمعنا من دقايق, كل النقط اللي بنتكلم دايما فيها هنلخصها كلها في الاخر. يلا نبدا مع بعض النقطه الخامسه. جزئيه انك تقول ان الوقت خلاص راح وان انا مش هقدر اعمل حاجه, كل الكلام ده اي كلام فاضي. انت لو عايز تلاقي وقت لنفسك يعني ما توجدش ان ده مبرر وعذر ان انا خلاص ده فاضل شهرين على الامتحانات انا مش هذاكر بقى. بس ده اللي فاضل شهرين, لكن اللي فاضل يومين او يوم. لا يومين دي فيها حته يعني ايه معجزه قدريه بقى. لا ده انت بني ادم مش هتغلط على هوا يعني. انت جاي لي بعد يومين صحيت في واحد هو بيفكر يفتح الكتاب بجد قبلها او ليلتها. طبعا انت لو مين بص انا اعرف ناس بيحضروا دروس بس ما بيحضر بس الدرس بس بيبقى مركز جدا 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 وبيجي يلم فعلا في اسبوع. بس ده بقى الشخص اللي هو بيسمع يلقط كلمه. ده بيلقط. فطبعا هي ليها قدرات بقى, لكن ما تجيش تقول دلوقتي انا الوقت انتهى ومفيش امل ومفيش اي حاجه ولا عبير ولا اي بتاع. لا في امل وفي كل حاجه, بس لما انت تبدا وابدا اتحرك من دلوقتي في وقت. انت لو جيت تفكر في ال 24 ساعه بتاعتك هتقدر تبدا قبلها بشهر. بلاش شهر. يعني مثلا واحنا كمان النهارده مش سايبين لك حجه عشان جايبين لك طرق سهله جدا هتوفر عليك الوقت وهتخليك تخش في المضمون. انت عارف يا احمد كمان في ناس بيعملوا ايه؟ يعني في ناس يروحوا داخلين اول السنه بالحماس اللي انت بتتكلم عليه ده ويبدا يذاكر من اول يوم. حلو جدا. يفضل ماشي كده زي الفل شهر شهر ونص وبعد كده بيمل. طبعا. او بيحس ان طاقته خلصت. فهو بيبقى بدا فعلا بدايه كويسه جدا بمجهود كويس وبتركيز كويس, وكل يوم اللي بياخده مثلا في المدرسه او اللي بياخده في الجامعه ان كانت المحاضره بتاع كل يوم قاعد خلاص. انا كل يوم عارف ماشي اليوم بيوم مذاكر كويس جدا. بس بعد شهر شهرين تلاقي حاله ملل كده ما بيعرفش بقى يجمع نفسه تاني. اصل ده عامل زي اللي بيسوق عربيه وماشي على الاول ودايس بنزين جامد جدا فبيقول لك انت بتحرق. انت عمال تحرق في بنزين يعني كل ده على الفاضي. مش على الفاضي بمعنى انه خلاص. لا انت اوريدي عندك وقت. انت في وقت فجزأه عشان براحه على نفسك عشان ما تتخنقش. بس هو حط مجهود كبير في وقت لسه الدروس مش قليله مش وقته ومش واحده واحده. انت زودت الموضوع فاتخنقت وده طبيعي طبعا. انك تبقى حياتك كلها مذاكره ومش عارف ايه. لا الموضوع ده هيكون صعب. هيكون صعب وهيتقلب معاك عكس. كويس. النقطه اللي بعد كده لازم تكون مقتنع
ان اكيد اكيد لما تيجي تذاكر خلال شهر عشان تدخل الامتحان هتتعب اكتر من اللي بيذاكر من اول السنه. يعني لازم تفهم ده. ما تجيش انت عايز تقارن نفسك وتقول اصلا انا هذاكر خلال الشهر وفلان جاب مجموعه اكبر مني. لا، هو الراجل بقاله سنه مجدول نفسه ومظبط اموره بيحضر دروسه فبيظبط على الرايق. ده هتلاقيه بقى بيلعب على ايه، على 2-3% عشان يقفل المية، عشان يقفل المية في المية. فما تجيش انت تقول لي بقى انا في خلال شهر عايز الم الدنيا وعايز اجيب 97%. ماشي عايز تجيبها، بس برضه ربنا عارفه بالعقل. دي بقى حتة المجموع اللي حسام بيتكلم عليها. احنا بنكلمك انك ازاي تخش وتنجح وتعدي. ده مش حكاية اقصى طموح، ده احسن من انك تسقط. لكن في بقى حتة المجموع دي عليك انت بقى، انك تبدأ تنظم من نفسك وتبدأ من دلوقتي وتتحرك. وزي ما قلنا في الاول، ما فيش طريقة مثلى للمذاكرة. لو انت خدت الطريقة اللي تريحك، يعني ممكن في شهرين واجيب مجموع كبير قوي، ممكن تجيب مجموع كبير قوي لو انت عايز تعمل ده. بس حسب درجة تركيزك وحسب بتذاكر كام ساعة في اليوم. حسب حاجات كتير. بالظبط كده. دي النقطة رقم 6. تحب نقول رقم 7؟ يلا بينا. ابدأ من النهاردة. رقم 7 بتقول لك ابدأ من دلوقتي. ما تجيش تقول لي بقى ان انا اصلا انا هستنى، اصل النهاردة الاربع فانا بس هستنى الويك اند عشان وانا مش متفائل اليوم الاربع. خلينا من اول الاسبوع بس مع اصحابي. وانا خلاص سمعت احمد صلاح وحسام وكتبت الحاجة وزي الفل والحماس بقى زي يروح نايم. واحنا كشعب بنحب قوي نعمل دايما يوم السبت شماعة. شماعة مثلا لبداية المذاكرة، شماعة لبداية الدايت، شماعة لبداية ان احنا نروق البيت. في حاجات كتير قوي يوم السبت ده هو شماعة كبيرة. السبت اجازة، السبت اجازة. الحد كل الناس قافلين، حتى لو انت مالكش علاقة بالموضوع. الاثنين اجازة الحلاقين، الثلاث يوم بايخ، الاربعة اشتري مني، يوم الخميس عشان بس داخلين على ويك اند، يوم الجمعة هنصلي الجمعة وهتلاقي الدنيا عندك بايظة. احنا خلاص الدنيا باظت. من النصائح، ما تفتكرش ان النصائح اللي بقولها لك دي نصائح كده بسيطة وخلاص قلناها. المهم ان انت تحققها وتخليها شيء واقع. ابدأ من النهاردة واشتغل في كل دقيقة عندك ونظم امورك. دي النقطة السابعة. كويس جدا جدا جدا. نروح بقى عايز اقرا شوية حاجات برضو كده من على الهاشتاج بتاعنا على تويتر، نشوف كده اجابات الناس عاملة ازاي. ابقى عثمان الاول بشكرك جدا. محمد حامد بيصبح علينا، بيقول بصبح على والدتي وعلى كل مستمعينا، واغنيه ايمان البحر دي جميلة قوي، وعايز اغنيه قصاد عيني، وعايز برج الدلو والسرطان. حاضر، بكرة ان شاء الله باذن الله نعملهم. احمد رأفت منور الدنيا، وبشكرك جدا جدا على اللي انت بعته لنا. بس انت بعت حاجه ولا انت بعت صوره بس؟ استنى كده اشوف، اديني بفتح. بيقول لا ده بعت كلام كتير. الاول بشكرك على كلامك الحلو، وبيقول عايز اصبح على حبيبه قلبي زوجتي الغاليه وعلى رودينا وجودي نور عينيا، وعايز اصبح على البوطين الايسر والاورطه واقول لهم انتم بمئة راجل عايشه وحوش الحس. صباح الفل عليكم يا رجاله. ام معاذ الشافعي كمان بتصبح علينا، وبتصبح على جنات ودودي وزينب عبده وايمان عمر. جميله جمال كمان بتصبح برضو علينا، وبتقول كمان عايز اصبح على استاذ احمد. صباح الفل. ويا ريت تحس تقول للبروف ميرسي على كل بوست وعلى كل كلمه بتقولها، انا بستفاد منها وساعات كتير بتيجي في وقتها، وربنا يوفقكم ويسعدكم يسعد ايامكم. ويا ريت تهتم شويه ببرج العذراء. ده طبعا ده ليك انت. جميله. حاضر، ههتم ببرج العذراء. ايزادورا بتقول حلوه جدا الحلقه دي، بس كانت فين بقى من 15 سنه؟ ولادك بقى ان شاء الله وقرايبك، ويعني تبقى النقط دي هتنفع الاولاد والاحفاد. احنا كنا فين من 15 سنه حسن؟ والله من 15 سنه ده اللي هو كان سنه كام؟ ده اللي هو كان 2003 تقريبا. 2003 ده كان كنت في رابعه كليه ده. وانا كنت في ثالثه كليه او رابعه كليه. سبحان الله، كانت اول سنه ليا في رابعه. كنت سبحان الله كنتش اعرف وقتها ان انا هعمل حلقه كده عن المذاكره. شوف يا اخي، سبحان الله. شوف يا اخي، سبحان الله. خالد رشاد بيقول عايز اغنيه ضحكه عيون حبيبي، بس ممشيها النهارده ما اقدرش انا عشان لعبت اغنيه لعمرو دياب. يعني ماشي، بس الاجابه بتاعتك فكر فيها تاني عشان انت بعت السنه غلط. فكر في الاجابه مره تانية. برنسيس ايمو كمان مجاوبانا صح، وريري احمد برده مجاوبانا. كمان عندنا اسماء حسن عامر، لارا لورين مجاوبه صح النهارده، برافو عليك يا لارا. في كمان عندنا برده مين، انا بحاول بس اشوف كده الاسامي كلها عشان ملك لوكا. لا السنه مش مظبوطه، فكري مره تانية في السنه. احمد جمال محسن بيقول نفسي اكلمك يا حس. طب يلا اطلبني على 2-18-10-8-66. احمد ادم بيقول عايز اصبح على ام مالك وزيزي وحمزه. طيب حاجات كتير جدا لسه هنتكلم عنها، ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع. هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. هنسمع الوقت سامو زين. كل يوم اربع فاشتري مني بيكون عندنا موضوع تحفيز جديد، موضوع بنحاول نطلع منه بنقاط ايجابيه عشان نبقى احسن في النقطه دي. النقطه دي هتفيدنا في حياتنا العمليه، هتفيدنا في حياتنا الاسريه، في حياتنا الاجتماعيه. المهم ان احنا هنستفاد. فالموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده، اذاكر وانجح. يا ريت اذاكر وانجح فيها ايه الاثنين.
وتجيب مجموع كمان. هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، ازاي تذاكر وتنجح وتجيب مجموع. بفكركم مرة تانية بالسؤال بتاعنا النهاردة، 4 جلسات مجانية تحفيزية هيتكسبوهم مع احمد صلاح. من هو مخترع الآلة الحاسبة وكان سنة كام؟ طبعا موضوع سنة كام ده لخبط الناس كلها يعني، وفي ناس كتير قوي مجاوبين اسم المخترع صح لكن السنة غلط. طبعا أحسن البركة في اللي علمني الشر. احسن بيديكم انتوا جلسات تحفيزيه وانا بيعلمني الشر. لا لا احنا بنحفزكم عشان تجتهدوا يا جماعه. ايوه بس عشان الاجتهاد يبقى مطلوب. ايوه كده. معانا بقى صوت المجتهد دائما معانا هويدا. الو صباح الفل. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. يا صباح الهنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا بصبح عليك وعلى عيلك على الصبحيه وعلى طبعا الصف احمد صلاح. صباح الفل. حط صباعه تحت الترام قلبه. لا انت ترجمتيها كده، انت كده ترجمتيها قاهريه كده، بس هي قلبه. هي قلبه. هنعرف معنات الكلام بقى. نعرف معنات الكلام. لا عشان افتكر اقولها. ايوه يا هويدا. لا احنا ممكن نعملها حلقه دي، ممكن نعمل تفسيرها حلقه. عايز لها اسماء. عايز لها اسماء. والله انا مش عايز اخد من وقت البرنامج بس حبيت اقول انت تنوري الدنيا. الله عليكم. صباح الفل والبرنامج جميل، وامبارح الحلقه تحفه والنهارده جميله. ربنا يا رب يخليك. يا ربنا يا رب يخليك. صباح الهنا عليكي. بشكرك دايما على صوتك الحلو. بشكرك. ربنا يخليك. باي باي. عندنا توتا مجاوبه برضو الاجابه صح. طيب ممكن برضو يا جماعه الاسامي اللي هي ممكن تكون مختلفه شويه، ممكن نكتب اسامينا يعني، هنكتب الاجابه معلش نكتب اسامينا النهارده غير اسم الاكونت ده، موضوع تاني عشان بس ايه وانا بقول اسامي الفايزين ابقى عارف برضو والموضوع يبقى سهل شويه. في كمان احمد علام، لا الاجابه غلط بالثلث يعني، السنه غلط واسم المخترع غلط، كله غلط. دي اجابه الحلقه تانية. حته تاني. عبده خميس برضو بعت لنا حاجه صح وحاجه غلط، وركز مره تانية في التاريخ تحديدا. جيهان سلامة كمان بصبح عليك. صباح الفل. وعندنا اسماء حسن عامر بتقول ما قريتش الكومنت بتاعي، يقول اسمي بس، قلت اسمي بس انا اتحسدت. ما هو اهو يعني اهو ده اللي موجود قدامي. طيب كمان عندنا ملك لوكا برضو مجاوبانا. ايناس السعداني فكري مره تانية. ايناس فركزي في السنه، السنه مش مظبوطه، بعتيها مره تانية. ولاء الشيتي بتقول المخترع هو كذا، واختار انت بقى سنه الاختراع، بعتلي 3 سنين انا اختار منه. شفت الجمال كويسه جدا. اللذيذ بقى مش في كده. لا فيهم واحدة صح. ماشي. لا لعبة الاختيارات دي بتاعتي هلعبها معاكم بكرة. اوكي فما تلعبوش معايا اللعبة. عاصم ابو الخير بيصبح علينا وعلى كل عيلة على الصبحية. ويلا نرجع بقى نكمل مرة تانية النقط بتاعتنا اللي النهاردة هتبقى مفيدة جدا، ازاي اذاكر وانجح واجيب مجموعة. تمام. اللي احنا قلناه من ساعة ما بدأنا الحلقة ده كله كانت نصايح، هنبدأ دلوقتي نتكلم بقى بشكل عملي، ازاي تذاكر بقى بشكل عملي. وفكر كده وركز بقى معايا. اول حاجة بتقول لك اعمل خريطة ذهنية. يعني ايه خريطه ذهنيه؟ يعني امسك عندك المنهج. لو هنقول مثلا ان انت عندك الفيزياء دلوقتي، هتروح جاي على الفيزياء. هرجع لك الفيزياء ده لو جعت لي بطنك الجمله الواحده. انا عايز اقول لك ان انا كان عندي الفيزياء يوم الثلاث، فكان الموضوع غني. الخريطه الذهنيه اللي هتعملها دلوقتي اقول لك تعمل ايه. لو انتوا مش عارفين يعني ايه خريطه ذهنيه، خريطه ذهنيه انك بتعمل المعلومات اللي انت عايز تكتسبها وتفهمها، بتعملها في شكل رسمه، وبتعمل الرسمه دي بالوان معينه عشان تبدا كان تفضل مطبوعه في دماغك. لما تيجي عايز تفتكر حاجه تفتكرها بدماغك شكل الرسمه، فتعرف توصل للمعلومه بتاعتك. وده اسلوب علمي وبيفرق بشكل كبير قوي. فانت هتجيب ورقه عادي، انا هوصفها لكم بقى وانتوا تخيلوها. تعمل دايره في النص كده وتكتب الفيزياء، دي ماده الفيزياء، وتطلع منها بقى ايه الفصول. الفصل الاول تطلع منها، تعملها زي الاخطبوط كده. تبدا تعمل بقى ايه الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. يعني تخلينا اوضح لكم اكتر الرسمه. عاملين عارفين فاكرين زمان كنا بنرسم الشمس ازاي؟ ايوه. اللي هو دايره ونروح مطلعين منها شرط كده وبتاع. أيوة. نفس الفكره. طلعت منها زي فروع كده، تروح ماسك الفصل الاولاني مطلع منه فروع كمان الدروس. الفصل الاولاني ده فيه درس كذا ودرس كذا ودرس الناس كذا. الناس ممكن تقعد السنه كلها تعمل في الرسمه دي. لا بس. على فكره عايز اقول لك على حاجه حلوه جدا، لو دخلوا على الانترنت دلوقتي وكتب الفيزياء لسنه ثانويه عامه 2018 هيلاقي في ناس عاملاها ومنزلاها على الانترنت. انا عملت السيرش ده قبل ما اجي. ماشي. وفي حاجات موجوده يعني، ادخلوا اعملوا سيرش. واللي عندهم اولاد في ابتدائي وكده في مدرسين ومدرسات شطار جدا عاملينها. فهتلاقي المنهج كله بقى في 3-4 ورقات، ان الماده كلها بقت في ورقه واحده.
فده بيسهل عليك حاجتين بقى. اول حاجه انك تشوف المنهج كله عندك فمفيش حاجه تقع منك، دي حاجه. الحاجه الثانيه انك تعمل علامه او تشخبط على كل درس انت خلصته فيبان عندك الانجاز، يبان عندك انت عملت قد ايه. فالخريطه الذهنيه دي حاجه مهمه جدا. يعني عامه الحته ان انت لما تخلص على حاجه تروح معلم عليها دي تحفيز، بتحس قد ايه ان انت فعلا بتنجز. يعني حتى لو انت كاتب، سيبك من يعني عفوا مش قصدي حاجه، بس قصدي مثلا بلاش لو كاتب النقاط عادي، لو كاتب مثلا ايه عندي الفيزياء عندي الباب الاول كذا كذا كذا، فعارف لما كل ما بخلص حاجه اروح معلم على العلامه صح قدامها بحس ان انا فعلا بحس ان في هم اتشال من عليك. فجزئيه موضوع الخريطه الذهنيه ده هيفيدكم بشكل كبير قوي. انا عامه بقى ده اسلوب حياتي. وعايز اقول لكم على حاجه، حلقه النهارده كانت كلها معموله في رسمه عندي من يوم ما اتكلمت انا وحسام على الموضوع. انت وسبت الورقه في البيت، انا جيت حضرت الكلام اللي هقوله لكم كتبته النهارده الصبح، يعني من ساعه خلاص الموضوع بيبقى ملزوق في دماغك بتعرف تستحضره على طول. فعشان تكون بشكل عملي اعمل خريطه ذهنيه للماده، اعمل خريطه وطلع منها الفصول وكل فصل طلع منه الدروس وابدا اشتغل على كده، هتلاقي الموضوع بيفرق لكل المواد بقى. لكل المواد. وزي ما بقول لك ادخل على الانترنت اكتب الماده والسنه اللي فيها وطبعا البلد عشان ما تجيبهاش في السعوديه او كده، هتلاقي نفس المنهج موجود او انت عاملها لنفسك او انت عاملها بايدك. هتلاقي الموضوع فارق معاك بشكل كبير قوي. طيب في عندي صباح الفل، انا فوفه من ليبيا بس مقيمه في مصر من 13 سنه. حسام انت شخص ايجابي ربنا يوفقك، بشكرك جدا جدا يا فوفه. انت كمان اول مره كنت تبعت لنا امبارح ومبسوط جدا انت منورانا النهارده. في كمان عندنا انا بقول لكل طالب ذاكر واجتهد، خلي عندك ثقه في الله ونسق الوقت بتاعك قبل ما يفوت. انا من الناس اللي بتمنى الزمن يرجع بيا 6 سنين، ودي النقطه يمكن لسه كنا بنتكلم عليها، ده رقم اخره 76. تمام. علاء بيقول بقى لا في حاجه مهمه بقى، بيقول لا القهوه اسمها قهوه عادي، ده البورصه دي اسم واحده هناك معروفه. لا انا متاكد بقى ان البورصه يعني ما تخشش بقى مع واحد اسكندراني في الكلام بدل ما طب انا هذاكر وهاجي المره الجايه هقول لك تعالى يا علاء. ماشي، بيقول لك في واحده هناك اسمها كده. يعني انا كل مره اقول اروح عند البورصه، البورصه دي واحده هي كانت اماكن مختلفه. ايوه يا حبيب قلبي، في محطه الرمل وعلى البحر وعلى الغالب كان بيشتغلك. لا 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 مستحيله، سالت اهل البلد، سالت الناس. ايوه سالت اهل البلد. انت عندك كم سنه يا علاء؟ امال علاء طلع من ماليزيا يعني ولا في حاجات انقرضت؟ في حاجات انقرضت، في حاجات الكلام ده في الستينات ولا مثلا ايه؟ مثلا الجيني ما بقتش تتقال قوي او الف في بحري كده، ففي حاجات كده. ده كان سنه كامل انت عملت ده؟ يعني من حوالي 8 سنين 9 سنين كده. 8 سنين يعني. 9 سنين. حسام مهتم جدا بالموضوع. عايز اقول لكم مهتم جدا بالموضوع. انا نسيتك بموضوع الحلقه. يعني انا الترماي دي عجباني. في عندي محمد طارق كمان بيصبح علينا وبيقول الحلقه جميله وان شاء الله هكلمك بعد النتيجه وافرحك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تفرحنا كلنا. وفي بتقول بيقول الف سلامه لوليتا. كمان لوليتا بقى بعت لنا بتقول يا حسام في قهوه بلدي اسمها البورصه، ده مكان في المنشيه عشان العماره اللي فيها القهوه كانت عماره البورصه ودي مشهوره قوي. يا جماعه بصوا بقى انا هندرس ونيجي هو فيهاش مشكله، ادينا برضو ايه ادينا بنتعلم مدينه على راي منى. اهم حاجه ما حدش علق على الولا ابس. لا 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 ما حدش كله ايد. انا بس اللي خدت بالي كله لا كله ايد طالما ما قالش حاجه. ابس ده طبعا هتلاقيه مسجل درجه اولى الف يعني، فاهم؟ يعني متخيل شكله؟ طبعا يعني يكون الشخص الابس ده في حد ذاتها ماساه. في انا اخوك في الله، السلام عليكم منورين وموضوع النهارده جميل وسلام للاستاذ احمد رقم 76. طيب بفكركم مره ثانيه يا جماعه بالسؤال وركزوا شويه، من هو مخترع الاله الحاسبه وكان سنه كام؟ تقريبا خلينا متفقين ان كل الناس تقريبا كاتبه اسم المخترع صح، لكن السنه في عليها جدال وخلاف، فركزوا اكتر كان سنه كام. وسهلها لكم شويه، تيجي نسهلها شويه برضو عشان ماشي. هو كان سنه 1600 وحاجه. ماشي. 1600 وكام عشان ده اللي انتوا غلطانين فيه. ماشي. 1600 وكام من هو مخترع الاله الحاسبه؟ طب ينفع اقول حاجه بس عشان تبقى نقطه كده ثانيه؟ الاوقات وانت بتذاكر ودي النقطه اللي بعد كده، في تعريفات بتبقى صعبه ومجعلصه كده ما بتعرفش تعمل بيها، بتعرفش تحفظها. ايوه النصيحه بقى تعمل ايه؟ لو صوتك حلو سجلها، وطول ما انت ماشي بقى احنا معانا سمارت فونز كلنا، خلينا اقعد اسمعها واسمع دي مع الوقت لحد ما ايه تثبت في دماغك، حتى لو كان الموضوع غلس شويه او لو حد صوته حلو خليه يقولها لك. وعلى فكره انا بتريقش، انا كنت بعمل كده. لا على فكره ما لسه كنت عايز اقول لك على النقطه دي، احنا دلوقتي مش بنشوف فيديوهات موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وبتاع المدرسين في سنترز او في مراكز تعليميه يعني بيسمعوا المنهج بطريقه متغنيه، وفي في الغالب بيحاولوا يعملوه بطريقه سهله، هي الغنى المقسوم اللي هو يا ولد.
فايه ده الريتم اللي احنا كمصريين بنحبه تمام او كشرقيين بنحبه. فانا في اعتقادي على فكره ان موضوع ان الواحد يغني الحاجه دي حاجه مظبوطه. جدول الضرب اللي كلنا حفظناه زمان حفظناه ليه؟ عشان كان 2 في 2 ب 4 واتنين. بس خليني بس اقول لك ملاحظه بسيطه بعيدا عن الاسفاف عشان في حاجات شفناها. لا طبعا في حاجات ده يعني نبعت نجيب اي حاجه هو كده خلاص تمام. بس انت قصدك ان احنا ممكن احنا نجتهد واحنا نعمل ده بالظبط كده لو ولو حتى ممكن تبقى على لحن اغنيه احنا بنحبه. مش مشكله مثلا. مش مشكله خالص خالص خالص. الموضوع لطيف جدا. ماشي انا موافق. انا موافق. ماشي زي انا موافق. حميد الشاعري مصطفى قمر وهي غزالي. ورجعنا ومكملين وعلى الصبحيه على راديو 90 90 لسه معاكم حسام عصام ومشرفنا ومنورنا ومأنسنا ومفرحنا احمد صلاح المتحدث التحفيزي. والنهارده بنتكلم ازاي تنجح وتذاكر وتجيب مجموع. خلينا الاول بس ايه نقول النقطتين الاخرانيين سريعا جدا. النقطه الثالثه في موضوع المذاكره بشكل عملي اوقات بيجي لك سؤال رخم وفي اجزاء كتير قوي انت مش عارف تلمه بخلاف التعريفات بقى ده سؤال في نقاط كتير. السؤال ده تعمل له ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما تعمل له خريطه ذهنيه لوحده يعني تعمل خريطه كده للسؤال ده وغالبا هتلاقي ده في التاريخ والحاجات اللي فيها كلام كتير، يا اما تقسمها نقاط وتكتب النقاط دي تحت بعض مثلا اربع خمس نقاط وتشوف اول حرف من كل جمله من كل نقطه فيهم تكون بيه كلمه بمعنى يعني مثلا ممكن تبقى اجابه سؤال وتاخد اول أحنا. حرف من كل تعمل كلمه تمام مثلا او قشطه او مش عارف ايه دي بتسهل عليك وقت الامتحان اللي هو افتكر القاف كانت كذا الشين اللي هي كانت كذا حتى لو جابت لك بالويم على الاقل هتفكرك بحاجه. دي الاسئله الرخمه. في حاجه بقى مهمه جدا بقى انا حبيت اختم بيها بقى عشان كده مبسوط جدا حبيبي. عايز اقول لك على حاجه بقى ايا كان الحافز بقى اللي انت انا طبعا بحترم كل العلاقات العاطفيه وكل الحب اللي موجود بس عايز اقول لكم يا شباب ان البنات بيذاكروا اكتر من الولاد دي حقيقه. وعايز اقول لك على حاجه وده من اوائل الثانويه العامه هتلاقي معظمهم بنات. وعايز اقول لك على حاجه البنت اللي بتحبك دلوقتي واللي انت عملت كلامها ليل نهار فما بتذاكرش هي اول واحده هترفضك ومش هتتجوزك لما تجيب مجموع وحش او تقع وهتقبل دكتور السنان اللي هتقعد تقول لك انا جاي لي فلان وجاي لي فلان وجاي لي فلان صح. فخد بالك من النقطه دي عشان بس ما نبقاش احنا عدينا كده عشان هتلاقي ناس كتير بتندم. ليه علميا يا احمد ان فعلا البنات بتذاكر اكتر من الاولاد ليه؟ البنات عاده دماغها عشان قاعدين في البيت اكتر. لا البنت في دماغها تقدر تعمل اكتر من حاجه وتقدر تعملها بتركيز كامل فهي بتقدر تكلمك في التليفون وهي قاعده بتلخص حاجه يعني انا شفت ده بعيني والله اختي كانت بتعمل كده عروبة عروبة يعني ممكن تتكلم في التليفون وهي بتعمل ده مثلا وبتبص على السشوار عشان تشوف هتعمل بيه ايه. فهي قدرات عندهم او عادي الحركه بتاعت كل الستات المصريين سانده التليفون بكتفها اليمين والواد على ايديها وبتخرط ملوخيه مثلا ممكن تكون بتعمل حاجه ثانيه. لا وممكن تكون برجلها بتعدل حاجه في الارض وبتخيط حاجه بالسنجر ولا مثلا. فخد بالك من الموضوع ده لانك هتتصدم وهتتضايق وفي الاخر لو عايزين نطلع بفايده لده مذاكرتك دي هتبقى لنفسك لا لباباك ولا لمامتك ولا للناس اللي انت بتعلق معاهم ولا حلوه. حب وتكلم والعلاقات حاجه كويسه جدا بس برضو لكل حاجه ليها ليها وقتها وليها هدف وليها توازن حلو برضو. فانا حبيت اختم بكده. معاذ ابراهيم اليكس اسم الاكونت كده بيقول لا فعلا بورصه يعني قهوه انا اسكندراني. يس انا جبت لك حقك على الهوا. يس جبت لك حقك على الهوا. ماشي على عشان بس تبقى عارف ان ايه انا برضو معاك قلبا وقالبا. ما انا برضو مش هقول كلمه على الهوا لا انا متاكد يا جماعه قلبا وقالبا انا ما قلتش الولا ايه بس ده حاجات لا هو مش ده شخصيه مش ههزي مع عمليه فاز هقول حاجه بالظبط طبعا ايه بس ده جميل. نوشا صباح الفل عليك يا نوشا وميرسي على كل المجهود اللي انت عاملاه طول الحلقه والله ربنا يخليكي. ماجده سيد كمان بتقول عندك حق فعلا انا عامله الخريطه الذهنيه دي للمنهج عندي وفعلا هي كويسه جدا ومسهله عليا كتير كمان. تمام طيب ده كويس. في كمان عندنا ياسمين علاء الدين احمد بتقول انا كنت بروح بورسعيد وانا صغيره والقهوه اسمها البورصه. الله كنا عاملين لها سؤال لحد ما دلوقتي عليها والله تصدقوا خلاص هنتكلم على اللهجات بقى المره الجايه. ماشي. يبقى سؤال الحلقه الجايه من هو اسم الولا اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه دي. الولا ابص هل هو كان ابص ولا فيبص ولا ولا حمو ولا حمو بنروح في داهيه بص والله ربنا يستر واحده واحده ربنا يستر. طيب تعالى بقى ينفع تلخص لي والنبي الليله دي بقى من اولها لاخرها كده طيب. سريعا طيب انا هقولها بس كده بشكل سريع جدا. احنا اتكلمنا في النقاط اللي هنقولها بقى دلوقتي يعني. اول حاجه ما فيش حاجه اسمها الطريقه المثلى للمذاكره كل واحد بيذاكر بطريقته. ما فيش حد بيحب المذاكره لكن لازم تقدر ان انت الوقت دلوقتي المتاح ليك انك تذاكر فيه ده ممكن يفرق معاك في درجه او اتنين تتعسف فيها بعد كده في ترقيه ولا في شغل.
النقطة اللي بعد كده لازم يكون عندك حافز، ده اللي يخليك تذاكر واللي يديك كده ايه الدفعة انك تقوم وتقعد وتذاكر وتجتهد. النقطة اللي بعد كده انك لازم يكون عندك ترتيب اولويات. اقعد على الفيس واعمل كل حاجة، بس اهم حاجة ان انت تذاكر وتحطها من اولوياتك، يعني اول حاجة تعملها. النقطة اللي بعد كده انك تقول خلاص الوقت فات وانا ما عنديش وقت والدنيا خلاص باظت، لا كل الكلام ده انت لو عايز تلاقي وقت هتلاقي وقت، لانك بتلاقي وقت لحاجات كتير انت عايزها. النقطة اللي بعد كده انك اكيد هتتعب اكتر من اللي بيذاكر طول السنة، فما تجيش تحبط بقى وتقول لي خلاص الدنيا انتهت ومش عارف ايه، يعني خليك عادل كده ومنصف. النقطة اللي بعد كده بتقول لك انك ابدأ من النهاردة، ابدا من دلوقتي، ما تستناش بقى يوم الخميس ولا السبت ولا الحد ولا ده، ابدا من دلوقتي حالا، اعمل خريطتك الذهنيه واشتغل. النقطه الثانيه ان دخلنا بعد كده في المذاكره العمليه، الخطوات بقى بتاعتهم كانت ايه؟ اول حاجه انك تعمل خريطه ذهنيه، ثاني حاجه لو في عندك تعريفات صعبه سجلها واقعد اسمعها مع الوقت او غنيها او او. النقطه اللي قبل الاخيره ان لو عندك اسئله مجعلصه يا اما تعملها خريطه ذهنيه او انك تلخصها وتاخد اول حرف من كل نقطه وتكون بيها كلمه. واخر حاجه حب زي ما انت عايز، بس خد بالك تترفض في الاخر.